وجينا اليوم وقفة احتجاجية أمام مندوبية السياحة للجهة، نحتاج فيها على القرار ولا إصدار القرار اللي إصدرته وزارة السياحة بخصوص الاعتماد المحدد لثلاث سنين، وهذا الشيء ما احنا ما قابلينش به لأنه كيشكل لنا خطر وكيهدد لنا الحياة ديالنا كمرشد والحياة الاجتماعية ديالنا اللي هي عتضرر بصفة يعني واضحة. وجينا هنا باش نبينوا ان الوزاره راه هذا الشيء اللي دارته راه ماشي صحيح، وهي طعنه في الظهر ديالنا، يعني الحياه ديالنا اللي ما تكونش متواصله كما كانت، وكيشكل ضرر وخطر لنا. يعني هذا الشيء هذا كله ما ينفعناش، بالعكس فيه ضرر، وكنطالب بان الوزاره تعيد النظر في هذا القرار اللي هو يشكل خطر على المرشد في حياته الاجتماعيه وفي حياته المهنيه في امتها. المطلب الاول حنا تنطالبوا بديمومه اعتماد اللي عنده علاقه بالاستقرار، الاستقرار المهني، الاستقرار النفسي، الاستقرار الاجتماعي ديال جميع المرشدين المعتمدين على الصعيد الوطني. المطلب الثاني هو الدعم الغير مشروط، لان كاين في اطار هاد لجنه اليقظه وبتعليمات ساميه من جلاله الملك محمد السادس نصره الله، تصدر واحد الدعم للمتضررين في القطاع، وغتجي الوزاره وبالخاص مدير المديريه باش تحط لي شروط. حنا ما تنقبلوش هاد الشروط هذه. ديجا دايره الشرط الاول اللي هو الانخراط في لاسينيسيس، هذه مساله ايجابيه. الشرط الثاني الواحد يكون عنده تعريف ضريبي. حنا مواطنين، مرشدين مواطنين، حنا مع الدوله في المنحه هذه، واني باش يحطوا الشرط ديال سحب البطاقه البيومتريه اللي هي مثيره للجدل وفي محط نقاش، وحطوها كشرط باش نتصلوا بداك الدعم. هذه مساله مرفوضه ومساله غير مقبوله. دونك هادو هما جوج المطالب اللي تنطلبوا بهم في هاد الوقفه اللي هي اول وقفه على صعيد جهه سوس ماسا، وكل جمعه ان شاء الله ثلاث وقفات. هذه هي بدايه خير ان شاء الله، وشكرا لكم على التغطيه.